هنا بمدينة برشيد وفي إطار التدابير الأمنية الاحترازية والاستثنائية الخاصة بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا، فسواء وسط المدينة أو عبر الحواجز الأمنية المتواجدة بمداخلها، التنقلات لا تتم إلا بالتوفر على شهادة التنقل الاستثنائية، الأمر الذي يسري على جميع مستعملي الطريق سواء سائق الدراجة النارية أو الهوائية أو سائق السيارات أو من يرافقهم، وهي عبارة عن رخص للتنقل إلى العمل أو من أجل اقتناء المشتريات الضرورية اليومية للحياة أو التنقل من أجل العلاج أو اقتناء الأدوية أو التنقل من أجل الضرورة القصوى. فالنظام الأمني الشامل الذي تم وضعه لحفظ الأمن والنظام من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد يتم تطبيقه بشكل صارم من طرف رجال الأمن الوطني بمدينة برشيد، تنفيذا لحالة الطوارئ الصحية والتي تعتبر من أهم الوسائل الوقائية لمواجهة وباء كوفيد-19. تحركات ويقظة أمنية رصدتها كاميرا جريدة أصوات بمدينة برشيد.
لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.